ايه الضحكه الخنيقه اللي انت بتعمليها دي؟ اوعى تكون يا ليمبافندي بتقلس عليا اوديك الكراكون. لا طبعا انا ما اقدرش اخلص عليك خالص. مالك يا علي ما بتكلمش ليه؟ سهران طول الليل اعاني من ارق شديد. ايوه كان عنده ارق، عنده ارق شديد. انا كمان الدنيا مش سيعاني، انما انت يا علي ما بتنامش ليه؟ عندي سهاد. عنده سعاد؟ عندك سعاد؟ يا راجل عيب عليك، امك وابوك الكبار دول يعني مش حرام ان انت تستقبلهم؟ اي نعم امك ميته ومش واخده بالها، بس ينفع تاخد سعاد وتخش عليهم وهم نايمين؟ عندك يا ليمبافندي انا انأى عن فعل اي افعال مشينه زي دي. وكمان مشيره يعني سعاد وقلنا الناشي وتروح لها كمان مشيره وفي وشها؟ عيب بقى مش قدامها. علي ابن رئيس عبد الواحد رمز للوفاء. اتفضل يا عم، هدي عرفت علاقتك بالوفاء. اعذرني يا ليمبافندي انا مش فاهم مقصدك. على فكره الواد شكله طمعان في ثروتك. لا يا ليمبافندي، علي صاحب قلب صادق ومن الصعب انه ينشري بالفلوس لان وجوده اصبح نادر. نادر؟ اتفضل، عرفت عليك نادر يا عم. عشان انت تعرف سعاد ومشيره هي من حقها انها تعرف نادر كمان. ليمبافندي ايوه تسمح لي اسالك سؤال ولو انه مش ديليكا؟ لا انت تسالي اي سؤال في الديليكا في البلاكار في اي حاجه اسالي. انت ايه احساسك وشعورك تجاه الغرام؟ لو ان انا مش فاهم ومش عارف هقول ايه، بس الاحساس بيقول على حسب المثل القديم بتاع زماننا اللي هو دلوقتي في قلب الزمن ده بيقول لك ايه؟ ابوح يا ابوح، كلب العرب مبوح. كلب؟ الكلب اللي هو هنا هو ده. قلب؟ نعم؟ قلب. ايوه قلب. هي بتاخد الدواء قبل ما تنزل ولا لا؟ دي ارق ضحكه شفتها في حياتي. يلا بقى خمسي بقى واعملي واي عبط بالضحكه الغلسه اللي بتعمليها. أنا استحيل أوافق على جوازك من علي بن الجنايني، لكن أنا شغوف بيها ودي أرق عاطفة شفتها في حياتي. ومين وصل لعلي إني هتجوز علي؟ إيه؟ أنا هتجوز الإنسان اللي ضحى بحياته عشان ينقذ حياتك يا علي، الإنسان اللي كل يوم جرحه بيقطع في قلبي، الإنسان اللي وهبلي السعادة اللي كنت فقداها. أرجوك أرجوكي ما تكمليش. الليمبي فندي. ليمبي؟ حد كان يصدق كده؟ ليمبي مين؟ أبو مين ده؟ مش مهم هو مين، ممكن يكون من أصل متدني، المهم إني حسيت تجاهه بعطفة سيطرت على شغاف فؤادي، أنا أعتقد إني أشعر بحبه. يا علي يا إنجي، اصرفي نظر عن الجوازة دي. يبدو ان الليمبي استطاع التأثير عليك. لا يمكن اتراجع، انا خلاص هكتغم بالليمبافندي. طب وحبنا يا انجي؟ حبنا يجب عليك يا علي ان تشعر بشعوري وتسعى لاسعادي. اعذرني يا علي. انت بتعايريني عشان انا ابن الجنايني. هل ذكرت ليك سيره والدك يا علي؟ رئيس عبد الواحد اهمل الجنينه لدرجة إنه الورد دبل وأصبح حزين. كنت أتمنى إنه ليمبافندي يكون عنده والد يكون بديل لوالدك. لا ست خو، أنت غاوية أولاد الجنينية ولا إيه؟ مش أفضل من إنه يكون خباص وليلاتي سكير؟ أنا هشم راس اللي اسمه الليمبي ده. حيث كده أنا موافق على جوازتك من علي بن الجنين، إنما الليمبي جامي. أنا خلاص أعطيت كلمة لليمبافندي. أرجوكي تراجعي يا إنجي، تراجعي وأنا أوعدك إني أتوظف بالبكالوريا وأوقظ نبوغي وأحقق مجدي. يا إنجي ليمبي ده دون فشوش، ولا عنده أطيان ولا عنده أراضي. بالنسبة للأطيان والأملاك ما هي إلا مظهر براك،
إنما الركع الأخلاق. كده كده. طب اتفضلي على أوضتك دلوقتي. مساء الخير. طب وأنا مين اللي هيروحني؟ أنا كنت أتمنى أوصلك، بس أنا عايزك في كلمتين على الفرد الأول، بعدين هبعت الشوفير يوصلك. تعالى. أنا أطبر لللمبي كل الحقد وكل دي كمان. افتح بقك شوية. أصل البق صغنن. بس كفاية بقى، لحسن المسانة اتملت عندي خلاص. لا قولي لي يا إنشي، هو أنت فين بابا وفين ماما؟ فرش ولا إيه؟ أنا ماليش حد أرتكن عليه. حد ترتكن عليه؟ ليه أنت واخدة إزالة ولا إيه؟ أنت بتضحكوا ولا بتغلسوا عليا؟ يا ناس بيضحكهم وقلوبهم دامية. القلب الصغنطة ده السحر يكون في بامية أبدا. أنا لازم أمشي بقى. لازم أوسطنك. لا خليك، أنت لسه جرحك بليغ. يا ستي بليغ ملاحن أكسجين وأنا عارفه ما بكتش. ده الناس بتاعت إنجل، ما كنتش دخلت من قبل. لا لا ما كنتش أتوقع إن الطعنة تيجي من أقرب الناس ليا. أنا يعني تواخد المسألة على الزوز عندك ليه؟ في إيه؟ مساء الخير سعيدة. عجبك كده كسبتها بوشك المطربق ده على الصبح؟ يلا اتفضل اجري بقى. حيوان بعد ما اتقصدت الإصابة دي، بس رب درمة فنفع. الأكل للغدا ولا سعيدا مبارك يا لمبافندي. أهلا يا نين. أهلا يا علي. ازيك يا علي؟ عساك بخير، شكلك صحتك كويسة. بدنا زي الفل يا عم علي. أنا ما شفتش أكل وخير بالشكل ده. في رغبة بيض ووز بيولد ومعيز بتجيب لبن وجاموس. ايه ده؟ دخل وانت عارف بقى ايه؟ كله كوم بقى، والتعبان اللي كان موجود امبارح في الاكل كوم. تعبان ايه يا لمبي فندي؟ تعبان ايه؟ تعبان كان لوز خدته كده، كان نازل بص سنة بلدي نازل على بقك كده وبتزلط على طول. كلته؟ اه ده حلو قوي. وانت عارف كمان استفدت منه بايه بقى؟ ايه؟ خدت الجلد بتاعه ورحت عامله حزام. حزام؟ ايوه جلد طبيعي مش الصناعي. بس انتوا الخير عندكم ما شاء الله. الله اكبر يعني. ايه الحلاوه دي؟ هو ايه ده؟ ايه الورقه دي؟ انت لا 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 واقف صف تاني ولا ايه؟ ارجوك ارجوك استنى يا عم، انا واخد نحو الامال ايه وفيها ايه يعني؟ اهو ايه ده الحاج عبد الواحد في الفصل؟ هو عنده هو لسه بيذاكر؟ فصل ايه؟ خلص امتحاناته ولا هو عنده طلع بمنحه؟ لا هو اتفصل. اتفصل؟ بقى ايه يعني الجزع لوحده والسدر لوحده ولا ايه؟ اتفصل من شغله يعني اترفد. ايوه اترفد. طب ما احنا المفروض بقى ننتهز الفرصه دي ونقول له. لا نصدمه. لا امال ايه؟ ارجوك اكون ممنون لو انت خبيت الخبر ده عن والدي. نعم اكون ممنون. يعني مدين بالعرفان. عرفان يعني انا هكون سعيد لو انت ما خبيت الخبر ده عن والدي، لانه ممكن يتشل. لا يا عم، لا يا عم، فضل ولا فلك يا عم، انت يشل ايه؟ انت بس ادعي ربنا ان شاء الله كده وارمي توكلك على الله، انك تقعد تسجد له كل شويه وتدعي له انه ربنا ياخده قبل ما يتشل. يا رب. طب تستنى بقول لك ايه؟ ايه؟ هشوف بس الكلام جاب بعضه ازاي؟ معلش يعني هو ابوك ما طعنش في الشله الثلاثي؟ معلش سامحني انا مش يعني هو صغير ما طعنهوش الشله الثلاثي ولا ايه؟ انا مش مدرك مغزى كلامك يا لمبي فندي. انا مش مدرك مغزى كلامك، يعني مش فاهم انت تقصد ايه. نعم انا مش فاهم انت يعني ايه طعنوه. لا طعنوه ده انا معلش هو الغلطه عندنا. انت صح، انتوا لسه ما جاش على ايامكم التطعيم والحاجات دي. امسك الورقه.